قدر الله لي أن يحضر المناظرة اللي صارت بين فضيلة الشيخ محمد بن شمس الدين حفظه الله وبين الدكتور أحمد كريمة. طبعا أنا عادة ما بحب أحضر مناظرات عشان بشوف في أولويات يعني لازم أتبعها من باب تقديم المصالح يعني، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أني أحضر هاي المناظرة. فأكثر شيء شدني بهاي المناظرة ولفت انتباهي هو هذا المشهد. الحبر اللي بيقولوا أن ربنا ليه خمس أصابع كالبني آدمين، انظر وتفكر، وتقولون الله له ساق ومشي وهرولة وضحك، بيضحك بصوت ولا بيكركع ولا ده إيش؟ أي إله هذا الذي يعبد؟ أي إله هذا الذي له أطراف وله عيان وله شفتان؟ أي إله هذا الذي يعبد؟ أين القدوس؟ أين القدوس؟ أين الواحد؟ شوف، أنا تقريبا حضرت المناظرة كاملة. الشيخ محمد بن شمس الدين حفظه الله طول فترة المناظرة هو مبتسم ومتقبل من الطرف الثاني أي كلام وأي إساءة كانت عليه أو حتى على العلماء، وما كان يغضب لا لنفسه ولا حتى للعلماء أبدا، وكان الرجل رايق معتلي السمت والوقار ومبتسم وأموره طيبة جدا، لحد ما هذا الرجل الدكتور أحمد كريمة استهزأ بالله سبحانه وتعالى. قال لك هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال لك هو بضحك بصوت ولا بدون صوت ولا بقهقرة ولا بكركعة. فاستهزأ بالله سبحانه وتعالى، فغضب الشيخ محمد بن شمس الدين، ذهبت البسمة وآتت الغضبة وتمعر وجهه، وأخبره أنه لا يسمح له أن يتكلم في جناب الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى. وين طاحش طحشتك؟ احنا جند الله على هاي الارض، وين فايت فوتك؟ قاعد تتكلم بذات الله وتستهزئ بيه، ما انتاش عارف انه في مسلم قبالك. والله الشيخ ما غضب لنفسه ابدا، ما غضب لنفسه، اتكلم فيه واتكلم من مشايخه واتكلم بعلمه واتكلم بعلم المشايخ وما غضب لهم ولا غضب لنفسه، غضب لله سبحانه وتعالى حينما تكلم بذات الله سبحانه وتعالى واستهزأ بالله. يزكيه على الله. قدوته بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتصر من مظلمة ظلمها قط إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم غضبا، صلى الله عليه وسلم. تذكرت في هذا المشهد قصة لابن تيمية عليه رحمة الله ولله دره وعلى الله أجره، أن المبتدع اجتموا عليه فذربوه ذربا مبرحا، ثم ناذوا في الفرار بعد أن ذربوا هذا الإمام العظيم، ثم اجتمع الناس، رأت ابن تيمية مرمي ومذروب، ذربوه ذرب مبرح يا رجل. فاجتمع الناس على ابن تيمية: من ذربك؟ من أهانك؟ من ذاك الذي لم يعرف قدرك؟ يريدون أن ينتقموا له. فقال رحمه الله: أنا لا أنتصر لنفسي، فألح عليه أن يخبرهم من هم الذين ضربوه، فلم يخبرهم وهو يقول أنا لا أنتصر لنفسي. فلما أكثروا من الإلحاح عليه قال: إنما هي إحدى ثلاث: الأولى إن كان الحق معي وظلموني واعتدوا علي بغير وجه حق فهم في حل مني. اثنين: إن كان الحق لكم فلا تسألوني إذ لم تسمعوا مني. الثالثة: وإن كان ضربهم لي حق لله فالله يأخذ حقه متى شاء كيف شاء، أما أنا فلا أنتصر لنفسي. مع أنه شرعا الانتصار لنفس جائز، ما عليك إيش أنك تنتصر لنفسك، السيئة مقابلها سيئة ما عليك إيش إن شاء الله تعالى، مع عدم التجاوز، ولكنهم ينتصرون لله سبحانه وتعالى ولا ينتصرون لأنفسهم، فلله درهم وعلى الله أجرهم.